حيلة حسم اللقب تضاء فيها مصابيح استاد عمان على قطبي الكرة الأردنية، والآلاف من المشجعين الذين نفذت معهم تذاكر الحضور قبل أيام من هذه الليلة. الفيصلي والوحدات في إياب كأس الكؤوس، وسط إثارة وندية وتشويق فرضه لقاء الذهاب الأسبوع الماضي والذي انتهى لمصلحة الوحدات بهدفين لهدف. الوحدات يمني النفس بتجديد الفوز أو الخروج بنتيجة التعادل لإضافة اللقب 15 لخزائنه واكتساب الثقة منافساً قوياً في الموسم الحالي. وعلى الجهة الزرقاء لن يتقبل الفيصلي تلقي خسارة جديدة وسيجتهد للدفاع عن آماله، فلا خيار أمامه سوى الفوز لحسم اللقب الثاني له في الموسم الجديد بعدما توج مؤخراً عن جدارة واستحقاق بدرع المئوية. الخيارات الحسابية تقرب الوحدات أكثر، لكن الواقع يعادل الكفة، كيف لا وهو يواجه فريقاً قادراً على التسجيل ويعول على منظومة هجومية فاعلة كانت الأقوى في بطولة الدرع. ولا تخلو صفوف الوحدات من عناصر مؤثرة قادرة على تشكيل الخطورة على مرمى اللبناني مهدي خليل. فأنس العوضات ومحمد عبد المطلب وإيتو وهنري وأحمد سمير ومحمود شوكت عناصر لا يستهان بقدراتها. بدوره فإن الفيصلي الذي خسر لقاء كان قبله هو الأجهز بدنيا وفنيا ولاعبوه الأكثر انسجاما وتناغما، واستطاع أن يشكل الخطورة الكبيرة على مرمى الوحدات خاصة في الشوط الأول. ويوقن الفيصلي أن هدف واحد يكفي لمعادلة النتيجة قبل البحث عن التسجيل مرة أخرى، وهو ما يعني أن فرصة حسم اللقب ليست بالمعقدة. الفيصلي وبعد نهاية مباراة الذهاب تعاقد مع هداف الدوري التونسي رفيق الكامرجي في محاولة لتعزيز قدرات الفريق قبل مواجهة الإياب، والكامرجي سيكون مرشحاً للمشاركة في لقاء الجمعة، ويتوقع أن يشكل إضافة مهمة للفيصلي الذي يأمل تسجيل الأهداف. إلى عبيدة لعبت في مكان خير الله بدون رقابة. من جهته سيكون صالح راتب جاهزاً للمشاركة، وهو الآخر يشكل ورقة مهمة في منطقة صناعة الألعاب من شأنها أن تضاعف من فرص الوحدات. في الدقيقة 62 سجلها.